وسط أزمة اقتصادية ومالية حادة أثارها انخفاض أسعار النفط ووباء كورونا، صوت مجلس النواب أخيراً على قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلاد، وذلك بعد 3 أشهر من السنة المالية الجارية على أن يتم تطبيقها بأثر رجعي، وذلك بإجمالي نفقات تبلغ 129 تريليون دينار وبعجز يبلغ 28 تريليون، وذلك بعد أن احتسبت الحكومة سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولاراً ومعدل تصدير يبلغ 3,250,000 برميل يومياً، لكن البرلمان عاد واحتسبه بسعر يصل إلى 45 دولاراً مستخدماً الدينار في تقييم سعر برميل النفط الخام بدلاً من الدولار. وفيما يخص إقليم كردستان العراق، فقد ألزمت الموازنة الإقليم بدفع 250,000 برميل يومياً على الأقل من إنتاج حقول النفط في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية لتصديرها مقابل دفع رواتب الموظفين العامين في الإقليم وتسوية المستحقات المتعلقة بين الجانبين بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية. تسبب انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار في اضطراب أسواق البلاد المحلية وارتفاع كبير في الأسعار، حيث إن معظم البضائع مستوردة من خارج البلاد ومرتبطة بالعملة الأجنبية، وقد أثار قرار الحكومة تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% حفيظة المواطنين وامتعاضهم إزاء ارتفاع قيمة الدولار بالمقابل. وتعد المادة 38 المقترحة في مشروع الموازنة من المواد المهمة التي تتعلق بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، والتي تشمل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية حول المدن التي حولت إلى مساكن بصورة غير رسمية، بينما حذف البرلمان المواد 42 و43 الخاصة بالسماح للحكومة ببيع عقارات سكنية وإطلاق استثمارات سياحية، والمادة 47 القاضية بتقييم أصول ممتلكات المؤسسات الرسمية تمهيدا لبيعها أو تأجيرها. فيما أضاف البرلمان مواد جديدة تتعلق بمنح المحافظين صلاحيات استثمارية وإلزام الحكومة بإرسال أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى البرلمان لإقرارها.